مستمرين بريمكو ويك ومعنا مسز زينب شاره اللي هي انفينيتي سيلز مانجر. ترفقنا اليوم بهالحلقه الخاصه بالكيو 50، بدنا نضوي عليها اكثر اليوم. سياره هاي زينه، مش اول مره اكيد معنا بأوتوفوكس. مظبوط. عجبني قبل ما نحكي بالسياره بالاوبشنز وشكلها رائع جدا هاللون. عجبك اللون وعجبني لإلي كمان، مشان هيك قصدت انه يكون معنا اليوم. هذا الفينيشن روبي و على الكيو 50 منلاقي الوان كثيره. نعم. ومن كان من الداخل او من الخارج في الزبون هو ينقي طلبه من الالوان، حتى من لون الفرش والستيتشينج وكل شيء. مزبوط. بيقدر كل شخص كل زبون مثل ما هو بيرغب يحصل على صحيح. سياره شكل، يعني قد ما نحكي عن الشكل، انا السياره كثير بحبها شخصيا، شكل رياضي كثير. السياره بنحسيها واطيه على الطريق، ثابته. سبورت سيدان. نعم. بتلبق لكل الاذواق اللي عم بحبوها اليونغ واللي اكبر شوي. واسعه كثير من جوا، خرج عيال وخرج تلاميذ جامعات. بعتقد الكل عم تعجبهم، واكثر شيء اللي عم بيسوق السياره هي اللي هو اللي عم بينغرم فيها اذا. نعم. بدي اقول سياره موتور 4 سلندر 2 لتر تشربو 211 حصان. ما بينقصها شيء من اللوكجري ومن السبيسيفيكيشن اللي كثير مميزين. بالاضافه لهالشيء فيها فيول كونسومشن ايكونومي، لانه بس توقف بعجقه سير او على اشاره الانجن بيطفي كليا، بس بضل داير كل شيء فيها كاي سي وكل شيء. وبس نرجع نشيل الاجنة على الفرام بترجع بدور الانجن اوتوماتيكلي. مميزات كثير حلوه، بنشوف لاينز كثير حلوين بالسياره ان كان عن جنب او من قدام. سبيسيفيكيشن عم نحكي عن كيلس انتري، كيلس ستارت، ليذر انتيرير، حتى هيتنج بالكراسي. هلا اذا بدك بنشوف من جوا الجول سكرين، بيجوا اثنيناتهم كولرد تاتش سكرينز. يلا بنشوف اكثر من الداخل السياره وبنشوف الفخامه الموجوده داخلها من الجلد بدايه وصولا لكل الاوبشنز اللي كنت عم تحكي عنهم زينه. تفضل يا حديث لالي. الالومنيوم انتيرير بيجي الفينشينج بالالومنيوم مع الكراسي السبورتي، الستيرنج ويل اللي عليه وكل الكنترولز اللي بيعوزهم الدرايفر تما يلتهي عن السواقه. نعم. مثل ما حكيت قبل، اثنين سكرين بيجي بقلب السياره، اثنيناتهم كولر، اثنيناتهم تاتش. ليذر سيت، يمكن وحده اكثر لسيتنج السياره والثانيه للكل شيء انترتينمنت. والسكرين الفوقانيه بتفرجينا الرير فيو كاميرا اللي بتجي ستاندرد على السياره، كمان فيها سنسورز قدام وورا كرمال تساعدنا بالباركينج. كمان عم نشوف الكروم الداخل على البورد كمان بنص السياره بطريقه كثير حلوه، عطيها فخامه رائعه. على البواب ايضا وديزاين التابلو الامامي عم بيكون كثير عصري وحلو. هيدي اذا باختصار من جوا عم نشوفها للكيو 50. ال 2.0 مذكر تيربو. في عندنا محرك ثاني اكيد اكبر من جيل. في عندنا محرك ثاني بيجي 6 سلاند. نعم. 3.7 330 حصان. كثير بيرفورمانس كثير حلو بالسياره. بتجي كمان سبورت اديشن مع جانت اكبر مع ديزاين مور سبورتي. شو ما بيطلبوا الزبون بيلاقيه بكيو 50. من قدام بنحكي شوي على الداي تايم رانينج لايتس، بيكونوا مضويين ليد لايتس حتى بالنهار، كمان فوغ لايتس مع الجريل الجديد من قدام يلي هو السيجنتشر الجديد تبع انفينيتي. نعم، عم نشوفه كمان على السيارات الاكبر حجما اس يو في وغيرها، السيجنتشر الرائعه الجديده ضمن الانفينيتي الشركه الرائده اليوم بعالم السيارات وتابعه لنيسان ببارت اكيد. مزبوط. بدي احكي اليوم عن اوفر كثير مميز رح ينزل هالجمعه على كيو 52.0 اللي هو سعر جديد 39900 دولار فقط هالاسبوع. رح يكون مكفى معنا لمده محدوده، بس رح يبلش معنا هالجمعه. بالاضافه للسعر المميز في عنا سبيشال انترست ريت، اذا حدا حابب يقسط سيارته بيدفع فايده بس 2.99%. بيرفكت. اذا هيدا الاوفر المقدم اليوم على الكيو 50 2.0 تيربو. بنذكر اهم شيء ذكر انه السياره تيربو اليوم. الحلو انه سياره 4 سلندر عم تعطينا قوه 211 حصان تقريبا، شغله كثير مهمه. شكرا زينه على كل هالمعلومات على الكيو 50 من انفينيتي. مشاهدينا اكيد اذا ما لاحظتوا تشوفوا الحلقه فوتوا على ويب سايت الام تي في على السمارت فون خاصه، وترجعوا تشوفوا كل حلقات اوتوفوكس وخاصه السياره الحلوه الكيو 50. الى اللقاء دائما على الام تي في.